عندي كوبايتين سميد وكوبايتين دقيق وعندي معلقه صغيره من الخميره الفوريه وتلات ارباع كوبايه من السمنه وربع كوبايه زيت، وممكن تخلوا المقدار كله سمنه او نص ونص على حسب ما انتوا حابين، ونص كوبايه من السكر وكوبايه ميه للعجن، ممكن استخدم اقل ربع كوبايه يعني اخر ربع كده ايه اركز فيه او ازود معلقتين على الميه على حسب الدقيق. هوريكم دلوقتي ازاي. وعندي الحشو كوبايه سميد وكوبايه سكر ومعلقتين من القرفه، عايزه معلقتين حلوين من القرفه، وعندي كمان كوب فول سوداني، وطبعا فول سوداني ده على حسب الرغبه، على فكره ممكن تشيلوه من الوصفه خالص لو حابين، الفول السوداني مش اساسي خالص. تمام. وعندنا ربع كوبايه ميه وشربات. تمام. طيب انا عندي هنا بصوا حطيت انا عشان ما كانش عندي شربات مثلا عملت ايه، انا هقول لكم برده عشان لو مش عاملين شربات ما تعملوش مخصوص يعني. انا عندي هنا بصوا جبت كده شويه ميه، نص كوبايه ميه، وحطيت عليهم شويه سكر وعملت شربات خفيف كده على النار. تمام. هو ده اللي هستخدمه، ده غرضه ان انا الم بيه الحشو، ان انا اخلي الحشو مش مفرفط كده معايا يبقى ماسك. اول حاجه هحط الثلاث ارباع كوبايه من السمنه، هحطها في الميكرويف تسيح شويه عشان عايزاها سايحه. تمام. عايزاها مش سخنه، عايزاها سايحه. خلاص. تعالوا بقى ممكن نشتغل في الكبه، ممكن نقلبهم على ايدينا اللي انتوا عايزينه. انا الكبه بالنسبه لي فيها سهله جدا وموجوده عند ناس كتير، فهنبدا نشتغل فيها. هحط كوبايتين من الدقيق، دقيق عادي، هحط قدهم كوبايتين من السميد. تمام. دي سميد. هحط معلقه من الخميره الفوريه، هحط نص كوبايه سكر. تمام كده. وعندي ربع كوبايه الزيت كله فوق بعض كده كله بالشكل ده، حط ربع كوبايه زيت، وهحط عليهم ثلاث ارباع كوبايه السمنه اللي بتسيح، انا عايزاها سايحه عشان يعني تدخل جوه المقادير بسهوله يعني. اسيحها معلش شويه كمان لحد ما تسيح كده، نبدا نرفع الاجنحه من الزيت، اصفي كويس وانزل على طول على الصوص بتاعي. الشكل ده كده اهو، واقوم ايه مقلبه مغطسه الاجنحه في الصوص بتاعي بالشكل ده اهو. تمام قوي كده، بصوا بالشكل ده كده اهو. انا خلاص هاطفي عليها، مش محتاجه ان هي تبقى شغاله. تعالوا بقى ايه اسر ايه الوقت، ما قلتليش اسر. هنحط تلات ارباع كوبايه السمنه معايا، هنبدا بقى ايه ندخل كل ده مع بعض. ايه ما قلتليش؟ ماشي يعني تابعني. طيب تعالوا بقى ايه نبدا ندخل في انا حطيت كده كوبايتين دقيق، كوبايتين سميد، معلقه من الخميره الفوريه، ونص كوبايه من السكر، وحطيت عليهم ربع كوبايه الزيت وثلاث ارباع كوبايه سمنه. وهبدا وانا بدخل الكلام ده كده مع بعض هحط كوبايه الميه من فوق، هبدا ان انا اعجن. هدخل السمنه، هدخل السمنه والزيت فيها،
او بصوا خلاص مجرد ما لمت تمام. هشوف قوامها ايه، لو قوامها انا عارفه افرده بسهوله ومش جامد قوي بزياده، بصوا انا ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا لما بفرده بيتفرد معايا بسهوله وبيبقى ناعم اهو، تمام. هو ده القوام اللي انا عايزاه، تمام. ده كده تمام، انا كده مش هزود، انا كده اخدت معايا كوبايه ميه عجنت بيها. خلاص هقوم رافعه كده بس السلاح وانضف كل الكلام ده، وهيبقى عندي هفضي كده العجينه اللي عندي. طبعا ممكن تعملوها على ايديكم لان هي مش محتاجه عجنه حتى، هي الموضوع سهل جدا. انا بوريه لكم في الكبه لان يعني لو حد مش عايز بقى يبهدل ايده والكلام ده كله يحط كل المكونات في الكبه، هي بتبدا ان هي يعني تتعجن معاه. انا هقسم العجينه دي على قطعتين متساويين، قطعه لفوق الوش وقطعه لتحت، تمام كده، او هقسمها وانا شغاله مش مهم يعني، تمام. هخليها كورتين. تعالوا نعمل الحشو. سلام، حط بقيه الاجنحه دي في الزيت. تعالوا نعمل الحشو. عندي كوبايه سميد وكوبايه سكر، سكر عادي خشن مش سكر بودره، تمام. وهحط عليه زي ما قلت لكم الاساسي بتاع الحشو السميد والسكر، كوبايه السميد وكوبايه السكر والقرفه، تمام. وطبعا الشربات او الميه عشان الم بيهم زي ما قلت لكم اهو بالشكل ده كده. بصوا كوبايه سميد على كوبايه من السكر ومعلقه كبيره كده او معلقتين قرفه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص السوداني المجروش ده اختياري اهو، حطوا اي كميه او ما تحطوش براحتكم خالص اهو. هبدا بقى ايه، احط شويه الشربات دي حوالي ربع كوبايه عشان اقلب الحشو فيه، عشان عايزه امسكه. ما انا لو بصوا حطيته بودره كده او زي الرمله كده مش هعرف اتحكم فيه، فلازم ان انا ايه اهو عايزه اخليه مندي كده عشان اعرف احطه ما يدوخنيش ويفضل يجري مني كده في الحشو. اسلام حط الاجنحه دي. طب يلا اهو بصوا هبدا ادخل فيهم كده شويه الشربات الخفيف ده، او ممكن تعملوهم بشويه ميه يعني لو ما عندكوش شربات مفيش مشكله، الشربات بيخليها يعني تمسك اكتر اهو بالشكل ده كده. انا كده تمام. بصوا ابتدت تبقى عامله يعني اهي تتفرش كده، بصوا عامله ازاي اهي، هو ده اللي انا عايزاه. تعالوا بقى ايه نبدا نشتغل في الحجازيه، نحطها في الصينيه. عندي اي صينيه موجوده عندي هشتغل بيها، مستطيله مربعه مدوره مفيش اي مواصفات، حاولوا بس يبقى حاجه سورها واطي شويه عشان تعرفوا تشتغلوا بيها. هجيب عندي شويه ميه كده، لا دي شويه الميه دول اهو، شويه ميه كده خليها جنبي عشان ابدا ان انا احط ايدي كده اساوي الحجازيه وانا شغاله. عايزه يلا حاجه خضراء مفرومه كده اسلام. ماشي يلا بينا. عندي هنا هجيب النص بتاعي وهبدا ان انا ايه اعمل الارضيه بتاعه الحجازيه. بصوا وانا شغاله بوله كده فيها ميه احط ايدي وابدا ايه اساوي بيها، هتساعدني جدا، هتنجز معايا جدا وتخلي لي الوش متساوي خالص اهو. اقوم فارده كده بالشكل ده اهو، هتنعم لي الدنيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حط الطبقه اللي تحت بالشكل ده، هبدا بقى احط الطبقه بتاعه الحشو الصينيه اللي عندي دي صغيره، ممكن تعمل صينيتين من الحجازيه، كبروا انتوا الصينيه شويه تمام اهو،
هحط بقى الحشو كده. حابين تزودوا القرفة شوية تقدروا تزودوها اهو. بصوا بقى لو الحشو اللي عندي مش متندي بشوية الشربات دول مش هعرف افرده كده. الطبق بقى اللي فوق احاول اعمل ايه، افرد كده عشان اسهل على نفسي عشان ما تاخدش معايا الحشو. وبرده بنفس الطريقة بشوية مية بقدر ان انا افرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. افرد كده وفي الاخر كله بيتساوى، كله بسويه مع بعض اهو. انا مجرد بس ايه بفرد الطبقة اللي من فوق شوية عشان ما تدوخنيش مع الحشو اهو. الشكل ده كده بفرد كده اهو، اخد الجزء مثلا هنا احط هنا، لاخر بساوي بالمية زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. هجيب ايدي فيها مية كده كويس وابدأ ان انا ايه اساوي الوش انعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اظبط كده الوش، انتوا بقى براحتكم خالص وقتكم معاكم ودنيتكم تمام اهو. بالميه كده بشتغل كده. تعالوا بقى هشكلها بالسكينه، هعمل بقى المربعات بتاعت الحجازيه بالشكل ده. هبدا ان انا اشرطها كده قبل ما ادخلها الفرن اهو، واقوم اخده تشريطه تانيه بالورب كده اهي الشكل ده كده، تقطيعه بتاعت الحجازيه المشهوره. حابين تدوها فرشه سمنه كده، هي كده كده فيها مقدار سمنه كويس فتمام، وشها هيتحمر وهيبقى زي الفل. بدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتاخد لها حوالي مثلا تلت ساعه بتطلع بالشكل التحفه ده، بتبقى طعمها رهيب. الحشو بقى جوه طعمه فظيع وهي بتبقى حاجة كده مش طبيعية، خيال بجد. أنا صينية البطاطس خلصت، هقدمها زي ما هي كده، هحط عليها شوية بس يعني كزبرة خضرة كده أهي. بصوا بصوا الجمال بتاع الحجازية، حاجة كده فظيعة بجد.